صباح الخير والخيرات هلا بالجريفن الحلو لا هذا بتردون يا ورع طبعا انا كنت مطلع بتردون عشان كنت صور لكم حلقه اللغز تعال بتردون حبيبي تعال يا حلو طيب حلقه اليوم ابغى باذن الله انا اكتشفت شيء اكتشف شيء شي اتوقع والله اعلم انه غباء مني حنا ايش اكتشفنا في الحلقه الماضيه ان الاسهم حقه الاف ام كي خايسه حقه المود مره خايسه حقه اللعبه هي الزينه زين خصوصا اني مطور اسلحتي فلما جربت انا اللونج نيك ما يزود لي ما يزود ابد التوربل ما يزود كثير. فاتوقع والله اعلم اني انا كنت مسوي برضو رصاص حق المود اف ام كي اللي هو ترانك كنت مسوي ترانك اي والله حق المود مو حق ال... مو حق اللعبه عشان كذا طرقاته خايسه. طيب هذا وش يحتاج؟ هذا ابغى اسويه، هذا بيصير اللونج نيك صدق يفرق. تعال يا لونج نيك يا حلو والله اني انا رميته ظاهر قهرني ورميته وين حطيته؟ كيف الحديد هنا صهرناه؟ صهرناه والله كثير 762 عندي حلو حلو. ابغى اسوي طلقات للزين ذا طيب اول شيء نسوي الطلقات هنا في المورتر نحتاج نسوي والله نحتاج حجار ستون شو وضع الستون؟ اوف يا قلبي عندي ستون مره كثير. سوي لنا كل الجن باودر تقدر عليه بعدين بعدها سوي لنا كل السبارك باودر اللي تقدر عليه للمستقبل. الطلقات يا عيال وش تحتاج؟ ترانك اروز حبتين متل وحبه رايفن ناركو، الناركو ايزي شوفوا معي 800 يعني لو بنسوي فيها كلها طلقات بيعطينا تقريبا 200 طلقه، يبغى وقت زين، نروح نجمع لنا شويه اشياء حديد كذا نصهرها للمستقبل، وين الجريفن؟ تعال يا جريفن 499 لفل الظاهر لسه ما فلل، بس اتوقع بيوصل 512 ممكن. هذه البوابه اللي سويتها شوفوا يا <applause> عيال سويت البوابة زين هذه البيهيموث جيت وسويت بوابة جنبها صغيرة بعد على اليسار تشوفونها بوابتين فوق بعض عشان كنت كان في فتحة لازم اصقها زبدة هذه بابا ان شاء الله انها تحمينا يعني شوف الحين صار مدخل الكهف كذا اتحداه اللي يدخل الا لو بيفجر عاد بيصير بزر ظهر والله اعلم الانكي صار رجال بعد ما لفلته صار يشيل يب يب صار يشيل وزن وش زينه وصار رجال صح لا تفشلني يب الوزن عنده صار كويس عنده البلات بعد حلو يا الله الخيره تعال قرب يرحم لي والديك بسم الله هو كان ملفل الجرفن اي والله ملفل هلا بوي آه، شكل بزيد للوزن لا لا ظهر القرفن يقدر يشيل يقدر يشيل يوب ما شاء الله عنده الوزن معلق <applause> معلق ترى ايوه 250 طيب نزيد له الموفمنت سبيد صراحه احسن شيء لا تنافخ اي صح اقدر اسوي حقت هيل الظاهر بهذه وهذه حقت التيم اللي تجوع خلينا نسوي منها كم وزنها والله ما ادري بس خلنا نسوي 100 اوكي لا نسوي 100 يكفي آه هذه هذا ظهري صحي الديناصورات آه... هذا راح يعبي لي الاكل والمويه ما يحتاج اسوي اكل يا عيال هذا غير الجندر يعني بيسوي مسوين لكل شيء ذول وهذه يكبرهم بسرعه لو كان عندي تكاثر هذا يعطي اكس بي اكثر يقرأ بيس والله في اشياء حلوه وهذا راح يسوي ريست للفلات اوكي اوكي ما في شيء للدم خبر في شيء للدم ايوه هيلينج <applause> <applause> بيست يا حبيبي يا حبيبي هذا لو استخدمه راح يزود دمي ودم الديناصور اللي انا راكبه لو كنت راكب ديناصور هذا في الحروب غش يا عيال <applause> والله انه غش هذا في الحروب شوفوا كل هذه الاشياء اقدر اسويها تعلمها كلها ساب وعسل وانا راح اجمع عسل ذاك اليوم شوفوا مكتوب كواردبل <applause> اكس بي يعني الاكس بي دبل يا عيال اي شيء يسوي الحين الظاهر اضربه في اربعه يقع بالقوه طيب نقول ان شاء الله الحين الامور كلها سمباتيك تعال يا ابوي سوي لي قبل ما ننزل الهيل هذا سوي لي منه سوي لي 10 11 المهم هذا الحين قاعد يصنع ما شاء الله طيب نبي الحين شو ابغى اسوي؟ ابي اسوي الطلقات بسم الله يا رب كريم اني ما اندم على القرار هذا تعال انت سولة له التمت ابجريد خشب بس تبي خشب ايزي يلا ابجريد اوكي اوكي اقدر احتاج 500 انجت زياده اوكي سوينا بنفسجي 205 تقريبا آه كويس 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 مو مشكله مو مشكله حاليا مره رهيب يوكل عيش يوكل عيش هذا اهم شيء الحين بنروح لوين بنروح طبعا السلامه لم البركان البركان الظاهر إن تحت هناك أنا شفته هناك ما أدري هو في مكان ثاني موجود أيوة هذا بيت ياسر لا فارس أوه بيت فارس يا عيال أوه ما توقع إنه موجود صراحة حاط هات هنا هذه حقة الكرافت في الغالب إنها مقفلة صراحة حتى لو مو مقفلة ما راح شيك عيب إني أروح أشيك تيرانوسورس تيركس يا حبيبي لا تنافخ لا أعطيك على خشمك الحين يلا بس يلا يعني شوف صار سريع بدون ما اسوي شيء بس شفت صار حلو سرعته مره كويسه هذا بيت ذيبان عبد الله عبودي عندك اسود برا قاعد عنده اسود مره برا بيته طبعا ما راح اكسر ولا شيء خاف اني ادمجهم القلب بفزع له بيته تيجو هنا يا عيال وين 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 الكيكة هنا ركسات لباتهم أبو كلب تكس تيجو ننعنو بليسة 348 ماكس ليفل والله ما أدري وين فيه أنا شايف ذاك اليوم معكم شفناه يوم نجيب ال الأوبسيديان بس ما أدري وينه جيجا حبيبي جيجا كان هنا بالضبط والله هذه ما عاد أحتاجها بعد بس يلا خلنا ناخذها يا صديقي في حد معقول أحد رو تيركسات يا 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 وش الخياس ذا؟ انا ما جيت عشان ركسات في برضو وش ذا البنفسجي؟ 330 وايفرن 17000 توربر وين ذا؟ فاير وايفرن وايفرن نوت تيمبل هذول ناخذ هذول ناخذ بيضاتهم صح؟ الظاهر يا عيال في بيض تعال تعال انت انت الغالي لا اخسرك ارحم لي ولديك. اطمن قرفن ابو كلبي هذا. تعال يا قلبي. معليش مو قصدي شيء لا ايش دعوه؟ واقدر ازيد سرعته. تعال تعال تعال. كنا اشوف اشوف اجنحه على يساري الله يستر. اوكي زدنا سرعه. اوبا 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 دخلنا جوا البركان حرفيا. قاعدين ماشي جوا بركاني يا عيال، ايش القوة ذي؟ ميت حر لعبنا يا قلبي عليك، استرجل استرجل. مقمصور نتيمه بالكل لوم، لوم طريقة تيم الظاهر بس انه مو بالتخدير. هذا ايش؟ روك إلمنت. طبعا اعرف طريقة الروك إلمنت يبغى هذيك مدفع ما ادري ايش سالفتها، بدي طلعني من هنا طلعني من هنا. لاعب ميت حر الدلوع. كلهم دخلوا يلحقوني كانوا وجعوه ان شاء الله دمجهم اصلا مو بعالي <متحدث> شواني مو مب... نعن بليزكم الكلاب في بيض في بيضه 110 هذه 170 والله في بيض يا عيال اوه يقلعون بالقوه في بيض دبلاتها كلها خايسه البيض كل دبلاتهم خايسه والله معليش والله بيضكم خايس يا شباب لازم نطلع لان استامينا آه، خلصت والله بيضات مره شينه ولا كان سرقت لي حبة حبتين بس مرة شينا هلا والله أصدقائي اسمعوا بالله خلني أخذ أنفاسي بس يرحم لي والديكم أنت بسرعة استمينا إيش فيه؟ نعم كيف يدمج ذا 220 طق طق يا رجال خلني أزود دم قصدي أزود استمينا طيب بنزل مرة ثانية بتأكد أني شفت كذا طريق الظاهر يمدي ندخل معه 40 300 أخذتها 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 320 يا عيال لف لها سبويلد أو لا برايم برايم هي اللي خربت أشوى أخذت بيضة 320 لف لها أرجع البيت أرجع البيت أووه بيضة تنين بيضة تنين 320 لف لها يا عيال أوبا هذا أبغاها لازم أفقسها يا عيال ولا في أه الله يقرعك ليه ما في ذا يسمونه فهمتوه عرفتوه جيجا ما في الله يقلع دائما انسى اسمهم بعد طب هذا رجعني البيت يا قلبي ما تكسرت يا يعني جبنا بيضة بيضة تنين ما ما ادري ايش مع شفت تو دمجه خايس بس كان ليفل 40 هذا معي ماكس الليفل ماكس ليفل يا عيال هذا ايش يبغى له؟ يبغى له الظاهر مكيفات ويبغى له بس مكيفات يب يا قسم بالله والله يا بطل صدق والله بطل سريع مرة ما شاء الله بس لا تفتح الخريطة وانت مقلع لانه بيهدي على طول وهذا بيتنا يب هلا والله مع انه ترى هذا اللبلة خايس المعلومية دخلني البيت وش سالفة التنين ذا يا عيال اتوقع التورشات ما تكفي صح؟ اتوقع لازم حسب وش بيطلع عليه تو كولد لا مكيفات بشكل عام الظاهر تغنيك عن هالخربيط كلها فخلنا نشوف الاير كونديشنر اي سي شو يحتاج بوليمر خمسة الكترونكس الكترونكس مشكلة ما عندي خلني بشوف كم احتاج واحدة وين اصنعها 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 قصدي اصنعها برني متحمس اصبر اصبر يا اوف لو في تنين لو اقدر اجيبه كل بالقوة اير كونديشن تعال جبت اثنين اوكي سويت لي واحد بس اقدر اسوي اثنين الحين بسوي لي واحد اظهر اقدر اسوي زياده بعد اقدر اسوي بس ما اقدر اسوي الا اثنين الظاهر يب طيب تعال الحين خلينا نجرب هذا نشوف يمكن واحد يكفينا شغل شغل الكهرب نرجع نشغل ذا نحط بيضة نشوف كفي كيف الله يقلعك متحمس زيي بس مو كذا عاد يا عيال حماس بسم الله دروب يا حسان لا تاكلها دروب وش وضعها كيف عرفت تو كولد نعم البيز مكيف ما يكفي عطني 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 كلها عطني ثلاثه بركب ثلاثه ان شاء الله انه تكفي ان شاء الله تعال يا حلو يا يا عيال هذا 11 دقيقه يا عيال صدعت ايش يبغى وايفرين وايفرين الظاهر اصبر اصبر, أصبر. اول شيء خلينا نجيب حقه الليفل هذا راح يكبره مع فول امبرنت شكرا شكرا سويناها طيب وحقت الهين معي ابغى الحين متحمس يا عيال وايفرن اف ام كي او هذا نوكل فيه ال اوه الحمد لله عندي دي ولا كان اضطريت اوكل الوايفرن معي طيب ما في سادل له الظاهر بدون سادل صح يا جريفن؟ يقلع بالقوه يا عيال جبنا هو جبنا تنين هذا ايش <applause> طفوا؟ مين سمح لكم تطفون انتم؟ ثلاث مكيفات طلعت كافيه عيال لهم يمكن اثنين بعد يكفون والله ما ادري يا البيضة القوية ايش فيك <applause> طب هذا يا لما يعطش يسطرني مو بيقول <applause> لي عطشان لا يقول طيب روق يا ابوي طبعا انا الى الان ماشي على الاولد سكول اكل اكل البشر هذول ما قاعد اسوي كلمات السر ما ادري المودات البيضة كانها اختفت لا موجود اشواء مقلتشه مقلتشه اي في التسع دقائق هذه خلني ادور مكان الجيجا الله يحفظك يا قلبي انت من نفسك اتوقع اني عرفت مكانهم نقول بسم الله نروح نشوف هل هم صدق موجودين ولا لا هل هم المفروض هم بالجزيره اللي تحت طالع لي بس اشك صراحه لان انا لقيتهم وين لقيتهم عند البركان قبل بس ممكن بالصدفه اني لقيتهم عند البركان. ممكن بالصدفه لقيتهم عند البركان، نحتاج نروح الجزيره ذيك اللي في البدايه زين؟ اللي رسمنا فيها وحطينا يب يب عرفتوا عرفتوها ما غيرها. جاء ياسر انقذنا منها وتلنا منها الله يعافيه. <applause> هذيك الجزيره صح؟ والله تصدقون الجزيره ذي كانت تخوف او الحين تخوف، ما ادري كيف بديت فيها صراحه. وشو ذا؟ باكج ساركو ديدكو. سدرات وفرها جيبك سدرات في الاخيره بنساها يا عيال بنسى إنه معي سدر جيجا يا جيجا هذه الساحه تصرخ تقول انا جيجا هنا من كبرها في بيت هنا من ذا المسكين اللي ساكن هنا جريف اوه تعب الحلو اوه شيت السلام عليكم كيف حالك رابتر؟ انت كويس؟ جرب عليه الطلقه والله يخسر شوف جايني ادمنت يا ورع لا ترفع ضغطي تعال الدب تعال تعال يا قلبي تعال <applause> خلي كلمه القوف والله لا روض كذا عناد بس تعال تعال, تعال يلا كل اصحى يلا شكرا حبيبي صوت قسم لا صوته حلو <هه> لونه حلو مره بعد <سكتب> اسف 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 كتب اضغط عليك ذا تعال تعال معي بزر شينا شينا كمل البحث يا عيال شوف دام جريف ساكن هنا ففي الغالب ما في جيجا يا عيال قريب منه ولا مش مسكنه جنب جيجا صح؟ والله ما لقيته بس ان شاء الله بيجي يوم يعني بصيده صيد الكلب ما ادري وين ما ادري وين هم حاطين انه رصب في المكان ذا في الماب ذا بس ما ما يا ما احسه مو مهيأ لها اصلا كله جبال هو تحس فعلا مسكان كبير فاضي كذا ولا عند البركان بركان امشيها له هنا وش هنا هذا بطل اليسار كو... كويتزا كوت ما ادري ايش بس لفله مره خايس لو لفله عالي كان جبناه يا عيال بس انه مره 120 مره بكلب آه ما دور أنا. الحين ما ادور الا ماكس لفل انا لونج نيك للحين ما ما ش... ما شرفنا ولا جربناه يا عيال الى الان ابغى اجرب انا على شيء يسوى طلقات غاليه طيب الظاهر يا حلوين ان خوينا صحى صح قصدي فيجاس اوه الفا سارس الفا كارنو وين 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 بيتي انا ضيعت يا كثر ما ضيع بيتي بعد تيك ريكس يا عيال ماكس ليفل اوه هذا نجرب عليه هذا نجرب عليه والله مجرم 300 والله ابو كلب شوف انا بحاول فيه زين ان شاء الله ما يدور علي بعد ما يخلص من ذبيحته يب اسف 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 طيرني انت يا بالدرج. ايش تحتري ايوه نزل عند بيتي ايوه نزل عند بيتي صدق لا كنت امزح في باب في باب مقفل مو مشكله في باب ايوه خليك كذا وانا كذا تكفى لا تجيني ولا اجيك يا زين امك هالجريفن يا شيخ قسم بالله انك بطل ان شاء الله بس اوف والله يدم زفت تكفى لا تروح تموت يرحم لي والديك تعال تعال تعال, تعال. انا هنا وراك تكفى جعلي لي ايوه داور داور خلا خلي يروح يحارش احد يلحقني انا ولا يحارش خلق الله ويموت جاك الكارنو مدرعم الله يقلعك والله انك قاعدين صبر هذا الدوده ذا يا ابوي تعال انا هنا ايش فيه وين رايح وصلنا ثلث والله وصلنا ثلث الكلب ما قاعد يطقني ليه؟ والله ما قاعد يطقني ز... والله انه زعلان مني الظاهر وأنا اروح عند بيتي عشان يفتح الباب بعدين يدخل جوا البيت انا عارف حركاتك والله ما تمشي علي قاعد يتلحوس عند باب البيت يا عيال انا وش سالفة بيتي بيتي روضت عنده جريفن روضت عنده الحين ذا الحلو والله بيموت خوينا دمه مره قليل بحط هذه هنا عشان يلها فيها تعال تعال كم بوي لا يعني ما عندي شيء اهيل فيه الحيوانات المتوحشه قسم بالله بيموت بيموت أبو الكهر كل هذا يا اخوي ورما تاكله كم دمجك أبو الخياس تعال تعال خلني احشرك تعال ايش فيك؟ ليش انت كذا مره؟ تعال تعال هنا 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 قرب عند الحصى تكفى ما في امل صح؟ بيطلع بيطلع يب يتسلقها يتسلقها التيس انا غبي المفروض اني ما اقربهم مره كذا طبعا هذا الفخ بس انا قاعد اسويه على اساس انه الله يقلعه ايوه بينشب نفسه الغبي كانه نشب نفسه انا بس ابغاه عشان يقعد ما يروح يحارش احد ويقتله شوفوا هجد يا عيال هو شكله نشب خلوه يزود دمه براحته خلوا الدم يزود ما احنا مستعجلين قاعد يعني تخيل اجيب ريكس تك ريكس ماكس ليفل واجيب الويفرن يقعد بالقوه قاعد سناني جوا هناك هو صح بروح له بروح له شيك عليه نسي. يا قلبي عليك يا قلبي عليك يا قلبي عليه جبناه يا عيال وينه ويفرن فاير ويفرن 320 اجي هنا اقول له عطه هذا حق الماتوريشن وينه يب هذا صح والمكان بيبي جرو انستنتلي بسم الله اوه يا بوي يا بوي انت ايش انت ايش يا عيال هذا فول امبرنت بس ليش الفلكليل 320 ما يزود يعني هو البيضة كانت 320 اوف يا الصوت يوهي القوة اسمع اسمع انت تعال معي تعال معي هنا خلينا نخلص من الركس بعدين نرجع نشوفك اوكي الركس الحين نبي نخلص منه انت يا حلو ايش صار عليك؟ سويت لي هذا نايس تعال الحين سوي لي رصاص بسم الله شو صار علينا؟ حبيبي الحين عالق طلع تو يطلع دعاء السلامة منك نقص دمه؟ شكل الدابة دابج مع أحد صح؟ دمك قاعد ينقص ما قاعد يزود هذا بزر ذا دودة إي اقتله إي اقتله يستاهل بس تموت أنت اقتله وخذ دمه خذ لحمته تكفى أنا اقتلك قتلت لك قتلت لك يلا خذ لحمته نعم بيسك خذ لحمته يا الكلب أيوه اكلها ايوه الحين زاد دمه شفتوه يوم اكلها تعال تعال عضني عضني عند الجثه هذي تعال اخذها صح زاد دمه حلو كذا لازم اوكله يعني ابشر ودي انزل له الرابتر يا عيال اللي روضناه قبل شوي خليه يتغدى عليه والله العظيم خليه يزود دمه اهم شيء اوكي هذا قتلناه زين اقدر اشيل جثته تعال ما اقدر اسحبه الا دراج بادي بسحبه عند الركس اللي تحت خلاه ياكله خله ياكله يا عيال اهم شيء لا يموت هذاك هو تكفى لا تموت لو طب على كارن ولا على اي احد توفى تعال عندك جثتي وجثة ذا خذها اي والله في دراسك تعال خليه ياكل جثتي كل شوي اوكي اوكي ما في الا كذا ما ما هذا الكلب تعال تعال كلني ماني خايف منك شوف <applause> اذا بتاكلني كل هذا معي تكفى يلا سلام عليكم يلا يلا انا مجهز نفسي لك يا بزر يا ابوي انا حتى مش هاي بلابس يعني سهلت اكلي تعال يا الله الظاهر عشان نقص دمه راح زبن البزر يا الله اصعب ترويض الدنيا يا اصعب من جريفن اصعب من ابوي تعال كلني أنت حر عشان تنبسط هالدرجة غبي انت شوف ينحاش مني والله اني هيبه تعال أه 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 أه. <applause> والله اني والله اني كاسر عينه يا يعني شوفوا شوفوا كاسر عينه يا الله تعال تعال كلني كلني تعال خلاص بدون ذاك تعال كلني انا لحالي قسم انك افدغ غبي بابا الو صديقي لعبي شوف قام يخرخر من الخوف وانت لسه تنحاش مني تعال كلني والله لحمي زين بس افتح فمك انا بدخل تكفى خلاص قل لي لا حد يقتلك والله يقلعك والله دمجني قسما اني كسر عيني يا عيال قلت في احد مهجد دركسات كذا حتى ب... اخيرا عن... كل جثتي تكفى ارجوك تعال تبغى حلا تبي مالح كله موجود انا ولا ذا اختار بس تكفى خليك رجال افتح همك شوي شوف متخبي ورا جدار يا قلبي شوف عيني يا عيال حزينه يا قلبي عليه كل لا تصيح بس يلا قول اه والله العظيم تكفى قول اه يرحم لي والديك لحسه طيب بس يمكن يعجبك طعمه خلاص ها ها لسه جاهل شوفوا صار مطيع بدون ما اروضه شاطر كوت بوي والله كيوت شوف عين اللي علي صار يعلم يعني قال كذا ها <applause> من الكف اللي جاه وبجرب تجربه يا عيال زين تجربه اخيره لان والله ضاق صدري عليه شوفوا بنتحر فوقه زين اشوف هل بياكل لحمي حتى وانا طحت كذا جاهز خلاص للاكل ولا برضو الولد مره يعني ماشي على حميه غذائيه ولا وش سالفتك؟ بسم الله ايوه قدام فمك ولا زفت ولا حركت شيء فيك كلها لحم الطري ولا الله يقلعه يقلع ابو الجثه اعوذ بالله يا الرعب اعوذ بالله يا الرعب هذه جثتي والله معلومك ما ما تشتهيني وانا اخوك بس هذه 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 تعال تكفى كل لقمه واحده يرحم لي والديك ها انت فمك ها تبي هذه تبي هذه مره لي ودك كل تدرون خلينا نجرب الجريفن على ما يصير رجال مو الجريفن قصدي هذا الجديد وينك فاير ويفرن تعال هلا بوي ملفل بعد يا عمري اتوقع ما يهمني السرعه كيف سرعته سرعته جيده والله والله انه سريع طلق <applause> نيران يا عيال اصبر 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 هذا ايش هذا كارنو والله الوقت <applause> اقتله مو بيعطيني اكس بي تعال اللي بعده هذا النار اعطته سبام وخلته يحترق بعد يطلع بيسا والله هو صعب التحكم فيه اللفه تقعد ساعه بسم الله تعال يا كارنو تحدي شوفني فوز أنا ما أدري شو قتلت صراحة بس اني قتلت. تعال. تعال. شوف دم سبق 25000، شوف النار كم تنقص، نقص تقريبا 2000 أنا ما زودت شيء إلى الآن ترى. والله أبو كلب، <applause> والله دمجك خايس. 5575 هذه الظاهر العضة. اوكي عيل معلش طفت الكاميرا أه بس جلدنا هذا زلابة وش عطانا؟ عطانا الفلات أكيد. طيب، أتوقع أزيد الدمج بيزيدني بيزيدني مرة كثير لو أزيد الدمج. <بمت lok> اي والله انا واكل الدمج ما ابغاك بسرعة السرعه شو ايش اعطاني؟ اعطاني رون ستون الظاهر هذه كاني قرأت تعليق واحد عند ما ادري وين كتبه صراحه ان نجمعها عشان نادي بوسات الظاهر وزبد اني لفلته مره كثير 70 لفل هذا ماكس ولا ايش؟ لا مو ماكس ودي يرحم والديك يوصل يطاردني لا والله للان مكسور عينه الله يقرعه شوف ارجع للزاويه قسم بالله اني مشيه سيده بس بس وين رايح بس اي اي فكتني بالغلط اوكي ما زدت سرعته سرعته يعني ما, ما تهمني صراحة سبعمية يقلع جهال هذا دمه خمس الاف وستمية انتهى انتهى بنفخة نار واحدة أنه النسبام حلو صراحة طيب أبغى واحد دم عالي ابي واحد دم عالي مين نام بص, بص 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 تكفى تكفى لحد يجي يخرب لا أعطني البيكاكس يا غبي انا شو اعطيته؟ انا شو اعطيته يلعب الغباء؟ انا شو اعطيته يلعب الغباء؟ يا يعني انا اعطيته شيء غلط اه اعطيته شيء غلط يا عيال لا لا اعطيته شيء غلط يلعب الغباء القهر يا القهر عيد كل هذا اللي سويته الله ياخذك عيد كل هذا رحت جبت رصاصي يا عيال لانه خلص رصاصي ويلا نكمل اتوقع خلاص خلاص هانت هانت ما بقى شيء يا عيال انا تو غلطان اني قاعد احاول اعطيه ذا اللي جوع هو الظاهر اصلا كمية جوع ما كان يحتاجه حتى خلاص خلاص رايح وين تعال قضينا منك اخيرا اخيرا يا بثر يا دوده اطول ترويض في العالم شيخ لو انك جيجا كان خلصنا منك الله يقلعك يا غبي ايه يا شيخ ايه يا شيخ من اول ما ياخذك يا شيخ تقهر شوفوا وش اللي انا اعطيته تو؟ اعطيته انا هذه ليش قام؟ <تصفيق> <تصفيق> لا والله تضحكت الهيل شوفوا حتى اختفت من عندي يقلع ابو الغباء تعال تعال كل ما اعطيه حقه الهيل حقتي كلها هو هيلته هيك ابو الفهاوه الحين المفروض يجوع ياكل يا اكلي كله ويا هلا والله واخيرا يا تيس ما بغيت ما بغيت ابوي ما بغيت تعال بس تعال تعال البيت الله يقلعك التيس اخيرا آه أخيراً تعبني والله يا عيال والله تعبني يا عيال تعال تعال جدهم جلد يا روح روح جدهم جلد خلينا نشوف دمجك تسوى تسوى 300 400 و... والله دمجه خايس يا عيال اوكي خلاص ما بقى شيء على الرابتر ريموت تقدر عليه بلا دلع عشان يلف العيال الفا والله لفل 485 يقل عبو القوة ايوه بشر كيف البلاتك الحين تسعة بس لا اكثر اكثر مفروض اكثر لفل واحد في الدم كم يزيد يشوف شوف كم لفل يا عيال ووو خلى خمسين الف والباقي دمج ما هيك لاك سطروه 800 بس بعد التبيده <applause> كله تكفى زعري وش وضعك انت شكله هذا بس عيال تانك اصلي تانك اصلي اي والله عطى 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 كله كله في في الدم مية ألف صار دم يا عيال اقرا ابو القوه تعال 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 معي انت بيك مشينا شيء وش اعطاني؟ اعطاني اشياء واجد ال ال ايوه الله الله وهذه ملابسي ايوه هذه ملابسي اصلا اللي تلعب الغباء انا في شيء واحد ابغى اجربه يا عيال ابي اجرب التنين احس ما اعطيناه حقه صراحه شوف هذا دم 12000 طيب هذا الحليوه خليني اجيب ذا وش ذا؟ بيض دينيتشو مدري ايش اوكي شكرا. دينو اوه حق هذا اسف اسف ما كنت ادري. تعال انت يا حلو وانت خلاص ما قصرت وخر تبي تنجرد انت شوف يا الله يلف يا عيال والله مات فات بسرعه. تعال هذا دمّة ,000. ,000 حنقول. شوف دمه 12000 13000 خلينا نقول نشوف طقه واحده تكفي تشيله ولا لا عشان نعرف قوته طقه واحده بالنار شالت 7000 تقريبا من دمه طقتين مفروض تهدفه والله غريبه ما هدفتها والله قوي والله قوي الصراحه انه قوي وسرعته زينه يا اخي احسها حلو سرعته صح؟ يا يعني ما يلف لا يمين ولا يسار الو حطيت انا قفلت <applause> الطاره ولا شيء ما يروح يمين ولا يسار يا تدري انا في عند المويه صح تعال <applause> تعال تعالي ضار خذيت الاغراض اللي معاه يب لا حد يهايط لا حد يهايط لا تحايط ايش تبغى انت يبغى اكل روضه والله جبل عالي ذا ايش تاكل اوه والله اكل لحم <applause> كم واحد يبي ياكل اي بالدور الو اصدقائي والله تروضنا ميتين جوع كلهم اجتمعوا عندي يا عيال تقرع الفله اصدقائي لا تدفون بعض بالدور الاكل يكفي الجميع يا عيال والله يكفي الجميع والله روضت واجد ايش في بلادكم مره خايسه يا اصدقائي اهجم عليه اهجم عليه كفو اخوياي يا قلبي او كلهم كل واحد اسبق من الثاني والله كلهم دمجاتهم خايسه يلا مو مشكله علوم راح نوقف احنا هنا ان شاء الله عجبتكم الحلقه بس اشوفكم بالقناة القناه احط لكم مقطع سلام <applause>